السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. معكم الدكتور مصطفى الأرملي، طبيب مقيم بالأمراض الباطنة. اليوم في محاضرة بسيطة إن شاء الله عن مقاربة وتقييم السعال تحت الحاد والسعال المزمن عند البالغين. راح نبدأ بمقدمة. السعال أحد الأعراض المسؤولة عن حوالي 30 مليون زيارة سنوية للطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية. السعال هو أكثر الأعراض شيوعاً التي تدفع المرضى الخارجين للبحث عن الرعاية. يشكل تقييم وتدبير السعال المستمر حوالي 40% من المرضى الخارجين في العيادات الصدرية. بنحسن نحن نصنف السعال ضمن فئات، وذلك على أساس مدة السعال، حيث يمكن نضع التشخيص وفقاً لذلك. السعال الحاد اللي بيستمر عنا أقل من 3 أسابيع، وهو طبعا أكثر شيوعا وسببه عادة إنتانات الجهاز التنفسي وخاصة الفيروسية. وطبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى للسعال الحاد، اللي تشمل ذات الرئة، الصمة الرئوية، أو تفاقم المرض المزمن مثل تفاقم السي أو بي دي. السعال تحت الحاد هو السعال اللي بيستمر من 3 أسابيع حتى 8 أسابيع، أما السعال المزمن بيستمر أكثر من 8 أسابيع. بعض الدراسات لقوا انه الاناث هن بيعانوا من السعال المزمن اكثر من الرجال. شو هو منعكس السعال؟ منعكس السعال بيحدث كل سعال عندنا من خلال تحفيز منعكس معقد، يبدا من خلال تحفيز من مستقبلات السعال الموجوده في الظهيره التنفسيه، الى اضافه لاماكن اخرى مثل التامور من المريء، الحجاب الحاجز، المعده. طبعا نحن عندنا نوعين من مستقبلات السعال، مستقبلات كيميائيه ومستقبلات ميكانيكيه. المستقبلات الكيميائيه حساسه للحمض، البرد، الحراره، المركبات الشبيهه بالكابساسين وغيرها. طبعا تسبب مهيجات كيميائيه السعال عن طريق تنشيط قنوات ايونيه. المستقبلات الميكانيكيه تتحفز باللمس والتغيير. تستجيب المستقبلات الحنجريه والقصبيه لكل من الميكانيكيه والكيميائيه. تنتقل الإشارة الناجمة عن مستقبلات السعال عبر العصب المبهم إلى مركز السعال، الذي يكون تحت تأثير القشرة الدماغية العليا بعض الشيء، وهذا اللي يفسر الاختلاف في حساسية منعكس السعال المرتبطة بالجنس، حيث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسعال المزمن من الرجال. هون في عندنا شكل بيوضح لنا مواقع مستقبلات السعال، مثل ما حكينا هي بالطرق التنفسية إضافة للرغامة، بالقناة الأذنية، غشاء الطبل، الجنب، التامور، المريء، المعدة. تنتقل عن طريق العصب، هو العصب المبهم، إلى مركز السعال بالبصلة، اللي خاضع تأثير مركز القشرة الدماغية العليا، اللي بيجي باتجاه بينتقل عبر العصب المحرك الشوكي للعضلات الزفيرية، العصب الحجابي للحجاب الحاجز، العصب المبهم للحنجرة والقصبات. هذا طريق انتقال منعكس السعال. مسببات السعال. أسباب السعال المزمن، أكثر 3 أسباب شيوعا هي الربو، متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي، والقلس المعدي المريئي. بس مع هيك لازم دائما نفكر بأسباب أخرى للسعال المستمر، فيمكن يكون السعال تحت الحاد ناجما عن الإصابة بالإنتان الحاد مثل ذات الرئة مثلا. يمكن أن يزول السعال تحت الحاد دون علاج مثل ما بينت بعض الدراسات. يمكن أن يكون السعال ناجم عن اختلاطات العلاج الدوائي، وخصوصا مثبطات الانزيم محول الانجيوتنسين. ايضا الاسباب الاقل شيوعا للسعال المزمن تتضمن العديد من الاضطرابات في الطرق الهوائيه مثل توسع القصبات، اورام الاورام، التهاب القصبات المزمن هو احد مركبتي السي او بي دي، اجسام غريبه هاي بنشوف اكثر شيء عند الاطفال، امراض رئويه، التهاب مثل التهاب الرئه الخلالي وخراجات الرئه. قدروا يحددوا حوالي تقريبا 75 ل 90% من المرضى سبب، يعني سبب السعال 75 ل 90% من المرضى. بقي النسبة البقية سموها السعال المزمن مجهول السبب، وممكن يكون نفسي المنشأ. عندنا الأسباب الأقل شيوعا للسعال المزمن مذكورة ضمن الجدول التالي: توسع القصبات، مثبطات الإنزيم، محول الإنجيوتنسين، التهاب القصبات الأيوزيني الغير ربوي، السرطان القصبي، أمراض الرئة الخلالية، كتلة أو جسم غريب بالقصبات، الربو المهني، بوليبات الأنف، اضطرابات القناة الأذنية، الحنجرة، الرغامة، الحجاب الحاجز، الجنب، التامور المري، وأخيرا نفسي المنشأ. هلا راح نحكي بكل سبب من الأسباب بشكل مبسط كمان. أولا، متلازمة السعال المتعلقة بالطرق الهوائية العلوية أو متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي هو سبب شائع للسعال تحت الحاد والمزمن.
الأسباب الكامنة وراء متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي تكمن هي كل من الحساسية، التهاب الأنف الحركي، التهاب البلعوم الأنفي الحاد، والتهاب الجيوب الأنفية. طبعاً بينجم عندنا مفرزات بتنزل للطريق الهوائي العلوي ويؤدي إلى حدوث منعكس السعال في الغشاء المخاطي للحنجرة. تشمل أعراض متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي السيران الأنفي الإحساس بوجود السائل في الحنجرة، وكذلك محاولة التنظيف الدائم للحلق. يمكن أن تكون أيضا هذه المتلازمة صامتة، لذلك لابد من وضعها ضمن التشخيص التفريقي وعدم إهمالها. الدلائل، أنا شو بدي أعرفها؟ الدلائل الموجودة أثناء الفحص السريري، إذا عملنا تنظير حنجرة بنشوف منظر الحجارة المرصوفة في المخاطية البلعومية. كنا عم نقول إنه الدلائل الموجودة أثناء الفحص السريري بنشوف رؤية منظر الحجارة المرصوفة في المخاطية البلعومية، وبنشوف مفرزات بالبلعوم الأنفي. دائما يجب ان ناخذ بعين الاعتبار اعراض وعلامات متلازمه التنقيط الانفي الخلفي الغير النوعيه، وفي النهايه الاستجابه للعلاج هو الذي يؤكد التشخيص. الدراسه الشعيه دائما غير حاسمه متلازمه التنقيط الانفي الخلفي، لذلك عند عدم وجود سبب واضح للسعال في امكانيه ان نقوم باجراء علاج تجريبي لمتلازمه التنقيط الانفي الخلفي قبل البدء باجراء اجراءات تشخيصيه مكثفه. هون صورة بتوضح لنا السوائل الموجودة أو المفرزات الموجودة وشلون عم تنزل عم تسبب لنا منعكاس السعال. ثاني سبب مهم هو الربو، هو السبب الرئيسي الثاني للسعال المستمر طبعا عند البالغين، لكن هو يعتبر أشيع عند الأطفال. عادة بيكون السعال ناجم عن الربو مترافق مع الوزيز، مترافق مع ضيق التنفس. يمكن يكون السعال أحيانا هو المظهر الوحيد للربو، وبتطور فيما بعد الوزيز وضيق التنفس. يتم تشخيص الربو عند وجود قصة عائلية شخصية أو قصة شخصية للتآتر. قد يكون السعال مرتبط بالربو موسمي. يمكن أن يتلو العلاج أيضا بحاصرات بيتا وخاصة لا انتقائية مثل البروبرانولول. طبعا بيكون انسداد الطرق الهوائية بالربو عكوس. ممكن بالنسبة للمرضى أن تكون وظائف تنفسية طبيعية، لذلك أحيانا نضطر نعمل إجراء تحريض القصبي بالميثاكولين. طبعا ممكن يكون عندنا نسبة 22% إيجابية كاذبة باختبار العكوسية، ولذلك أفضل طريقة للتأكد من أن الربو هو سبب السعال هو العلاج التجريبي لمدة أسبوعين أو 4 أسابيع بالسترويدات الإنشاقية. كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار التهاب القصبات الأيوزيني عند المرضى المصابين بالتهاب القصبات وفرط الأيوزينات بالبلغم. هاي الصورة بس بتوضح لنا محرضات الربو، مواد كيميائية، التمارين الرياضية، الانفعالات العاطفية الشديدة كالبكاء الشديد أو الضحك الشديد، الزكام، طبعا الإنفلونزا هي الأهم، الدخان، الروائح، البخور، العطور، التيارات الهوائية الباردة أو التعرض لرطوبة عالية. السبب الثالث من حيث الشيوع هو الجرد القلس المعدي المريئي، مسؤول عن حوالي 30 ل 40% من المرضى. كثير من المرضى يشكون اعراض قلس المعدي المريئي اللي هي الحرقه، الطعم الحامض في الفم، مع ذلك نجد ان هذه الاعراض ايضا غايبه في 40% من المرضى. يوجد العديد من العوامل اللي بتكون مسؤوله عن السعال المرتبط بالقلس المعدي المريئي. واحد، تحفيز المستقبلات السعال الموجوده في الطريق الهوائي العلوي مثل الحنجره. ثانيا، تحفيز السعال الناجم عن ارتداد الحمض لاعلى المري. واخيرا، السعال الناجم عن تخريش مخاطيه المري البعيده. وجد ان عسر حركه المري مع او بدون وجود دليل على اتجاه القلس المعدي المريئي سبب شائع للسعال ايضا المزمن، يمكن ايضا ان يساهم في القلس المريئي في ظهور اعراض الربو. هاي صوره بس هيك بسيطه بتوضح لنا انه هو قلس من المعده للمريء، محتويات المعده للمريء. المنعكس الحنجري البلعومي هو مشابه للجرد، هو عبارة عن عودة محتويات المعدة من حامض وإنزيمات مثل البيبسين للبلعوم الحنجري، ويؤدي ذلك إلى أعراض نموذجية تشمل بحة الصوت، عسرة البلع، السعال المزمن. ولكن عندنا معظم المرضى بيكونوا غير مدركين لهالحالة هاي. قد يكون السبب مشكلة في المعصرة المريئية العلوية، بالمقابل القلس المعدي المريئي بتكون مشكلة بالمعصرة المريئية السفلية. يمكن أن يساعد الفحص المباشر بواسطة منظار الحنجرة في تشخيص السعال الناجم عن الارتجاع، حيث يشاهد وزمة مع احمرار حمامي في البلعوم والحنجرة. في هذه الحالة يجب علاج الارتجاع ومراقبة تطور السعال. يمكن أن تزيد نسبة حدوث
السعال المزمن في المرضى الذين يعانون من قطاع التنفس أثناء النوم، والتي قد تكون مرتبطة أيضا بالقلص المعدي المريئي. العلاج بالضغط الإيجابي المستمر حسن بشكل كبير من السعال لدى مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم. طبعا السبب الخامس هو عدوى الجهاز التنفسي. يترافق السعال مع عدوى الجهاز التنفسي سواء كانت فيروسية أو جرثومية أو لأسباب أخرى. يمكن يستمر السعال أكثر من 8 أسابيع بعد الإصابة الحادة، مثل وخاصة الإصابة بالميكوبلازما والكلاميديا. تشمل الآليات المسؤولة عن السعال في هذه الحالة المفرزات الناجمة عن التنقيط الأنفي الخلفي، تحفز مستقبلات السعال، ويكون العلاج مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان فعالا. زيادة حساسية الأعصاب في الطرق الهوائية، وتفسير ذلك هو التنخر الحاصل نتيجة الإمتام. السبب السادس هو مثبطات الإنزيم المحول للإنجيوتنسين. السعال غير المنتج هو أحد مضاعفات معروفة للعلاج مع مثبطات الإنزيم بنسبة 15%. على الرغم من أن المسبب للسعال غير معروف بدقة، ولكن يفترض أنه يحدث بسبب تراكم البراديكينين. لوحظ أن السعال لا يحدث عند المرضى المعالجين بمضادات مستقبلات الإنجيوتنسين. يتصف السعال الناجم عن استعمال مثبطات الإنزيم المحول للإنجيوتنسين بما يلي: أولاً، يبدأ عادة خلال الأسبوع الأول من بدء العلاج، ويمكن أن يتأخر حتى 6 أشهر. ثانياً، غالباً ما يترافق مع إحساس دغدغة أو حكة في الحلق، والتي تزول خلال اليوم الرابع أو خلال 4 أيام من إيقاف العلاج، ويمكن أن يستمر أيضاً إلى 3 أسابيع. ثلاثة، يتكرر مرة أخرى عند استعمال نفس مثبط الإنزيم أو مثبط آخر. رابعاً، أكثر شيوعاً عند النساء من الرجال. خامساً، نسبة حدوثه متساوية في المرضى المصابين بالربو مع غير الربويين. ستة، لا يسبب انسداد في مجرى الهواء. في دراسة أجريت على وجد أن من بين كل 10 مرضى يعانون من السعال الناجم عن مثبطات إنزيم محول الإنجيوتنسين، طورت حالة واحدة للربو. العلاج هو إيقاف مثبطات الإنزيم محول الإنجيوتنسين وتبديل الدواء إلى مضاد إنجيوتنسين 2. سابعاً، التهاب القصبات المزمن. يعرف التهاب القصبات المزمن بوجود السعال المنتج لقشع الذي يكون قليل المقدار خلال فترة 3 شهور متتالية أو متقطعة على الأقل خلال 2 سنين متتاليتين دون وجود سبب آخر واضح للسعال. تقريبا معظم المرضى مدخنون على نسبة قليلة من المرضى المعرضين للغبار والأبخرة. عادة ما يكون البلغم الناتج صافي ذو لون أبيض، وفي حال تلونه يقترح وجود إمتان حاد مرافق. عند المدخنين يجب تقييم أي تغيير في صفات السعال الذي يمكن أن يوحي بوجود ورم. السبب الثامن هو توسع القصبات. ينجم عن إصابة الطرق الهوائية الشديدة والمستمرة بالإمتان، أو وجود أجسام غريبة أو أورام. الالتهاب يؤدي إلى تلف الطرق الهوائية فتصبح متوسعة وذات شكل كيسي. طبعا في أشكال تانية غير الشكل الكيسي. يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على التخلص من المخاط وتجمع المفرزات القصبية، والتي تؤدي لتفاقم التهاب الطرق الهوائية بشكل كبير. السعال هو العرض الرئيسي بتوسع القصبات، ولكن لوحظ أن 4% من المرضى يعانون من السعال المزمن لديهم توسع قصبي. يترافق السعال مع إنتاج كمية غزيرة من القشع. بعض المرضى الذين يكون لديهم توسع قصبي يعانون من سعال جاف وليس منتج، هم بتكون متوضع التوسع بالفصوص العلوية. وعندما يصبح القشع ذا لون قيحي أو صديدي أثناء الإصابة بالإمتان الحاد، هون بس قشع صدئي أو صديدي. فحص الرئتين بالتوسع القصبي يمكن أن يكون طبيعي. في كثير من الأحيان نسمع الخراخر أو الوزيز. صورة الصدر قد تكون غير نوعية أو تظهر علامات مثل الكيسات الصغيرة المملوءة بالسوائل. طبعا يعتبر الطبق المحوري عالي الدقة هو الطريقة الأمثل لوضع التشخيص. عند وضع التشخيص يجب علينا أن نقوم بتحديد السبب الذي يكون غالبا ناجما عن التهاب الطرق الهوائية الشديد والمزمن. وعند تشخيص التوسع في الأعمار الصغيرة يجب أن نبحث عن الإصابة إما بتليف الكيسي أو نقص الجلوبولين المناعي. السبب التاسع هو الأورام. بشكل عام سرطان الرئة أو الأورام يعتبر مسؤول عن السعال المزمن في أقل من 2% من الحالات. معظم حالات سرطان الرئة تتظاهر بالسعال لأن الأورام تشكل في الطرق الهوائية حيث توجد مستقبلات السعال. الفحص السريري قد يظهر وزيز موضع أو خفوت أصوات تنفسية موضع يشير لانسداد بالطرق الهوائية. سرطان الرئة اللمفاوي الخارج رئوي من الأورام الخبيثة التي تسبب السعال المترافقة مع ضيق التنفس. يجب أخذ سرطان القصبات بعين الاعتبار كأحد أسباب السعال، وبشكل خاص عند سعال حديث أو تغير صفات السعال عند المدخنين.
سعال يستمر أكثر من شهر بعد الإقلاع عن التدخين. نفس دموي غير مترافق مع إنتان حاد، هون في صورة تنظير قصبي مبين تبرعم أحمر شديد توعي شهده في الخلايا سكمة سيلز كارسينوما. السبب العاشر التهاب القصبات الأيوزيني غير الربوي، يعتبر أحد أسباب السعال المزمن غير المنتج، والذي يشخص مؤخرا بشكل متزايد خصوصا في المرضى الذين لا يوجد لديهم عوامل الخطر المذكورة سابقا. يكون لدى هؤلاء المرضى ميل للتآتب وارتفاع الحميضات في البلغم والتهاب فعال في الطرق الهوائية. على الرغم من إجراء خزعة للغشاء المخاطي القصبي المطلوبة للتأكيد التشخيص بشكل نهائي، إلا أن عادة ما يتم تجريب العلاج دون خزعة، لأن معظم مرضى السجيب بشكل جيد للسترويدات الإنشاقية. الحميضات موجودة في الغشاء المخاطي في كل من الربو والتهاب القصبات الأيوزيني، إلا أن ارتشاحها في الخلايا البدينة موجود فقط في الربو. عندنا أسباب نادرة تسبب سعال مزمن. عند كبار السن ضعف البلع قد يؤدي إلى استنشاق وحدوث السعال المزمن. الآفات اللي تضغط على مجرى الهواء العلوي اللي تشمل التشوهات الشرايينية الوريدية أو الكتل الرهامية أو الكتل الدرقية، تلين الحنجرات بنشوفه عند الأطفال، مرض الانسداد الرئوي المزمن، رتوج القصبات، الاعتلالات العصبية الحسية للحنجرة، ضخامة اللوزتين، تهيج القناة السمعية الخارجية بالأجسام الغريبة أو سداد الصم الأخية بسبب سعال يسبب سعال مزمن عن طريق تحفيز الفرع الأذني لعصب مبهم عصب أرنولد. لذلك يجب فحص الأذن في المرضى الذين يعانون من سعال مزمن غير مشخص. خواج الانقباض البطيني قد تكون أحد الأسباب. متلازمة هولمز آدي خلل وظيفي يصيب العصب مبهم. عوامل نفسية متلازمة السعال اللا إرادي. في مضاعفات السعال، خلال السعال الشديد قد تصل الضغوط داخل الصدر حتى 300 ملم في الدقيقة، وتصل سرعة الجريان أثناء الزفير إلى 500 ملم في الساعة. هذه الضغوط والسرعات مسؤولة عن الآثار المفيدة للسعال مثل إزالة المخاط، ولكن هناك العديد من الاختلاطات المزعجة التي تتضمن الإرهاق، الإغماء، الصداع، الدوار، الألم العضلي، بحة الصوت، التعرق، مفرط سلس البول، القلق. من المضاعفات الخطيرة هي كسور الأضلاع التي تسبب ألم شديد، وغالباً تشمل كسور عدة أضلاع، وخاصة عند النساء اللواتي يعانين من انخفاض الكثافة العظمية. ويمكن أن تحدث هذه الكسور عند المرضى الذين لديهم كثافة عظام طبيعية. هنا مضاعفات السعال موجودة ضمن جداول القلبية الوعائية، انخفاض الضغط الشرياني، فقدان الوعي، تمزق الأوردة تحت الملتحمة في الأنف والشرج، خلع أو خلل في القسطرة داخل الأوعية، اضطرابات النظم التباطؤية والتسارعية، الهضمية، القلس المعدي المريئي، وزمة رئوية بالتحالف البريتواني، خلل في مخرج المعدة، تمزق الطحال، الفتق الإرادي، العصبية، الإغماء، الصداع، الصمي، هوائية دماغية، سيلان السائل الدماغي الشوكي، اعتلال الجذور الرقبية الحاد، خلل في الشنطة الأذني البطيني، السكتة الدماغية، الجهاز البولي، سلس البول، انقلاب المثانة عبر الإحليل. عندنا المضاعفات جهاز عضلي الهيكلي، كسور الأضلاع وارتفاع مستويات الكرياتينين فوسفوكيناز نتيجة تمزق العضلة المستقيمة البطنية، جهاز تنفسي، النفاخ الرئوي، استرواح المنصف، الهواء تحت الجلد، ردود الحنجرة، تفاقم الربو، ردود الرغامة والقصبات، اختلاطات متنوعة، نمشات وفرفريات، تأخر اندمال الجروح، تغيير نمط الحياة، بحة الصوت، الدوار، انخفاض مقاربة التشخيص. غالبا القصة السريرية بتقدم لنا أدلة مهمة عند المريض اللي عنده يعاني من سعال تحت حاد أو مزمن. جميع المرضى اللي عندهم سعال تحت حاد أو مزمن لازم نسألهم عن التدخين، نسألهم عن استعمال الإيس أو وجود عدوى في الجهاز التنفسي قبل بدء السعال. القصة ممكن تشير التشخيص الأساسي مثل الربو، تنقيط الأنف الخلفي، جيرد، السي أو بي دي أو توسع القصبات. في المرضى اللي يستمر السعال عندهم أكثر من 8 أسابيع لازم يعمل صورة صدر شعاعية كجزء من التقييم الأولي. وجد أن متلازمة السعال المتعلقة بالطرق الهوائية العلوية والربو والقلس المعدي المريئي مسؤولة عن 90% من حالات السعال المزمن. إحدى الدراسات بيّنت أن هذه الاضطرابات مسؤولة عن 99.4% من المرضى غير المدخنين والذين يتناولون الإيس والذين لديهم صوت صدر طبيعية أو قريبة من الطبيعي. اختبار تحدي الميثاكولين وقياس البي اتش المري مفيدة في تقييم مرضى مختارين
مع سعال مزمن. في حال اعتماد هذه المنهجية فأي تقييم السعال المزمن نستطيع معرفة سبب السعال بنسبة 98%. بشكل عام لا يضيف تنظير القصبات المرن سوى القليل لتقييم التشخيص. يمكن البدء بعلاج تجريبي لمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي، مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان، وفي حال عدم نجاحها يجب اتباع نهج تشخيصي تدريجي. ملخص والتوصيات: استنادا للنتائج المستخلصة من الدراسات، يوصى بالنهج التدريجي الموضح بالشكل التالي. الشكل هلا بعد هاي السلايد نلاحظ من هذه المقاربة انه بنقدر امكانية استعمال علاج تجريبي لدى المرضى الذين لديهم قصة واضحة، مثل انه استعمل مضادات الاحتقان ومضادات الهستامين في متلازمة التنقيط الانفي الخلفي. الأشخاص أو المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج التجريبي أو الذين استمر لديهم السعال ولا التشخيص غير واضح، لازم نعمل لهم تقييم أولي بما في ذلك التاريخ المرضي، الفحص السريري، اكتشاف في حال وجود عدوى سابقة، إيقاف مثبطات الإنزيم، إجراء صورة صدر شعاعية كجزء من التقييم الأولي اللي استمر السعال عندهم أكثر من 8 أسابيع. في حال عدم توفر دليل من الفحص الأولي تكون الخطوة الأولى عند غالبية المرضى هي البدء بالعلاج التجريبي. يمكن إجراء اختبار الحساسية المسببات الحساسية الموجودة بالمنزل أو في العمل، قد تكون مفيدة في بعض المرضى. يمكن إجراء علاج تجريبي لالتهاب الأنف التحسسي، إضافة سيترويد موضعي مع مضادات الهستامين. في حال عدم تحسن العلاج التجريبي خلال 2 إلى 3 أسابيع نقوم بإجراء سبيرومتري قبل وبعد إعطاء الموسعات القصبية. إجراء اختبار تحدي الميثاكولين في حال كان قياس التنفس غير حاسم، وفي حال إيجابيته نقوم بإعطاء المريض العلاج التجريبي للربو. في حال سلبية الاختبارات والعلاجات السابقة نقوم بفحص الحامضات بالبلغم تحري عن التهاب القصبات الأيوزيني. في حال استمرار الحياة نقوم عفوا استمرار السعال نقوم بعلاج المريض تجريبيا بمثبطات مضخة البروتون مع تعديل نمط الحياة لعلاج قلص المعدة المرئي. تقييم السعال تحت الحاد والمزمن عند البالغين: السعال أكثر من 3 أسابيع، قصة وفحص سريري إذا كان موجه لمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي أو الربو أو القلس بنعالج وفق ذلك، اللي هي مضادات الهستامين. إذا استمر السعال ممكن إنه يصير عندنا شفاء. في حال استمرار السعال متوجه لصورة الصدر. إذا كانت القصة والفحص السريري موجه لمرض أو برانشيمري أوي لازم نعمل صورة صدر مباشرة. إذا كان في عندي قشع صديدي أو مدمى أو علاج بالإيس بنقيم ونعالج بالصادات، بإيقاف التدخين، بإيقاف مثبطات الإنزيم محول الإنجيوتنسين. في حال الشفاء اوكي. اذا استمر السعال نتوجه لصوره الصدر. اذا كانت صوره الصدر غير طبيعيه نقيم حسب الموجودات الشعاعيه، نقيم حسب الموجودات الشعاعيه بنعالج وفق ذلك شو لقينا بالصوره الشعاعيه، ذات رئه او توسع قصبي او الى اخره، قد يؤدي ذلك الى الشفاء. اذا كانت الصوره طبيعي أو قريب من الطبيعي مع استمرار العلاج في الصورة غير طبيعية بنعالج وفق التسلسل التالي أو حسب التقييم: متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي أو الربو أو التهاب القصبات الأيوزيني أو القلس المعدي المرئي. بنعالج وفق ذلك إما شفاء أو استمرار السعال. في حال استمرار السعال نقيم الأسباب الأقل شيوعا، نعمل فحص قشع طبقي صدر عالي الدقة، مراقبة بي اتش المريء، تنظير المريء، تنظير قصبات المرن، دراسة قلبية. بنعالج وفق ذلك، لازم إن شاء الله يصير شفاء. في حال استمرار بنعيد النظر بالعلاجات وممكن نعزي السعال للسبب النفسي. الله يعطيكم العافية.